الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان تعاملت بسياسة غير واضحة مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي تنويع مصادر السلاح بالنسبة للمملكة السعودية إلى أي مدى أفادها في التعامل مع السياسات الأمريكية؟ نعم، خلال هذا السؤال أستطيع أن أجيب. هناك المتغيرات بشكل سريع على أرض الواقع، وأيضا ليس تغير فقط التقنية في إحداث التغيرات الفنية على التسليح، ونحن الآن نعيش في الجيل الخامس وما يأتي من خلاله من تطور في الأسلحة، سواء في البيئة البحرية ولا الجوية ولا البرية أو حتى على المستوى التسليح الشخصي. هو لا يوجد هناك حليف دائم ولا يوجد هناك عدو دائم، وبالتالي المملكة العربية السعودية حسب خبرتها السابقة بأن تنوعها من بعض الدول المتقدمة وخاصة في مجال صناعة التسليح يعتبر مطلب ضروري، وخاصة منذ إحداث الربيع العربي وشاهدنا السياسة الأمريكية كيف كانت تعاملها مع المملكة ومع بعض حلفائها في المنطقة. أيضا المملكة نهجت نهج توطين السلاح، توطين الصناعة العسكرية المحلية، وقبل أمس صدر قرارا استراتيجيا سياسيا بإنشاء الهيئة العامة لتطوير الدفاع، وبالتالي هذه القرارات السياسية تعكس مدى عمق معرفة المعرفة للقيادة السياسية في المملكة العربية السعودية والتعامل مع حلفائها الاستراتيجيين في الشكل الماضي أو الحلفاء الجدد في ساحة الشرق الأوسط أو على المستوى الدولي.